الاخوان الاخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات بالجبال. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون تدوي على النصب والاحتيال. دونك قبل ما ندخلوا في الموضوع بغيت نسولكم واحد السؤال: واش عمر شي واحد نصب عليكم ولا احتال عليكم، كساسوا واحد القدر ديال المال كبير ولا عر 100 درهم؟ المهم يا الاخوان خليوا لي في التعليق الا كان شي واحد نصب عليكم، وشنو كانت الاحاسيس ديالك منين طلعت هذه العمليه ديال النصب. قبل ما نبداو الفيديو الاخوان، بالنسبه للناس اللي اول مره تيشوفوني، انا سميتي رشيد وتنقدم في هذه القناه اللي سميتها بالجابين. اللي بغى يتعرف عليا اكثر هو الانستغرام ديالي، المهم يقدر يجي يسولني تما ولا يسولني في التعليق. ونبداو الفيديو ديالنا الاخوان دابا في التشويق. اول اكبر نصاب عرفوا التاريخ سميتو اوتو وايت، ولكن قبل ما ندوي عليه انا ندوي لكم على لي سيركونستانس كيفاش دارت تنصب واحد النصبه اللي ما تدخلش لكم الراس. غادي نمشيو لالبانيا في 1912. البانيا كانت يلا شدت الاستقلال ديالها، وكان حاكمها هذيك الساعه واحد الجنرال من الامبراطوريه العثمانيه سميتو اسد باشا، والالباني بغات تكون كما هذوك الدول العظمى اللي كاينين في اوروبا بحال الانجليز وداك الشيء، بغات تكون عندها ملك، ما بغاش يكون عندها رئيس. ودونك كما تتعرفوا في البانيا هذيك الساعه ما كانش شي واحد عنده الدم ملكي، دونك دي سون برانسي. دونك شنو دارت؟ هدوات مع داك الجنرال اسد باشا وقالت لي غتمشي تدوي لنا مع السلطان ديال الامبراطوريه العثمانيه، يصيفط لنا لو نوفو ديالو ودخوه ويجي يحكم فينا اوتون كو ملك. دونك هذاك الجنرال كان صيفط واحد تيليجرام، صيفطو للسلطان ديال الامبراطوريه العثمانيه وطلب منه واش لو نوفو ديالو يجي لالبانيا يولي ملك وداك الشيء وقبل. دابا غادي نمشيو لالمانيا بالضبط في مدينه ديزلدورف اللي كان عايش فيها هاد اوتو وايت اللي هو السوجي ديالنا ديال اليوم. هذاك اوتو وايت كان قرا الجورنال وكان شاف بلا راه البانيا تتقلب على واحد الملك، ودونك الملك راه صيفطوا ليه تيليجرام وغادي وخاصو يجاوبهم باش يولي ملك ديال البانيا. هذيك الساعه ني شفت صوره ديال الملك ديال لو فوتور ملك ديال البانيا، لقى راسو تيشبه ليه واحد الساعه. وهاد اوتو وايت كان عنده بزاف ديال الخدمات، يخدم بحلال حرام، المهم دار 70,000 خدمه، سبع صنايع ورزق ضايع. كان خدم باغ اكزومبل كلون في واحد لو سيرك، كان خدم في تحفر القبوره، خدم ميم رسام، دار بزاف ديال الحرفات. يعني واحد الانسان يقدر يدخل في بزاف ديال الشخصيات وما تقدرش تعرف واش اين الشخصيه عنده. المهم كان شاف هذاك لو برانس ديال الامبراطوريه العثمانيه وشاف بيناتهم واحد شويه ديال الشباب، دونك هو صبغ شعره بالكحل ودار واحد الموستاج على الطريقه ديال العثمانيه، حيت كما تعرفوا في هذاك الوقت العثمانيين كان عندهم هذوك الموستاجات الكبار وداك الشيء، وجمع واحد ليكيب صحابو تماك اللي تاهما ما خدامين ما والو، وقال لهم من هنايا السيمانه غادي نولي الملك تاع البانيا. في الاول بداو تيضحكوا عليه صحابو حيت ما يمكنش تولي ملك هو عاد تيدور في الزناقي تماك في ديزلدورف، قال لهم انتم ديروا هذاك الشيء اللي غنقول لكم وغادي نولي ملك وتعيشوا الحياه معايا. شنو دار؟ مشى شاف هذوك لي كوستيم اللي تلبسوا لي برانس ديال العثمانيين وداك الشيء، وفصل هذوك لي كوستيم وكتب واحد لو تيليجرام صيفطو لهذاك الجنرال اسد، قال لي بلا راه فوالا لو برانس حاتم الدين راه جاي. دونك الجنرال اللي نجا هاد التليجرام بلا لو برانس حاتم جاي لو 8 اوت 1913، جمعوا هذاك الناس كاملين لا ديليغاسيون اللي غتستقبلوا، ونين سيدنا اوتو وايت جات لابس واحد اللبسه وجاب معاه صحابو وهذوك لي دوميستيك ديالو، وتم داخل المدينه وقال لهم بلا انا هو لو برانس. دونك اول حاجه لو جنرال داو لهذوك لي زابارتمون ديالو في القصر ديال الكابيتال ديال الالباني، وجلس تما وقال لي دابا خاص تعطي ان ديسكور. الغد لي هو يعطي له ديسكور، قال لهم بالله هو تيقبل بالله يكون ملك، حتى انت تبغي تكون ملك خاصك دير واحد ديسكور باش تقبل بالله هذاك لوفر اللي عطاوك. وقال لهم ولكن اول حاجه راه حنا عندنا في الثقافه ديالنا في الامبراطوريه العثمانيه هذوك المساله ديال لي زاغيم. لي زاغيم بالنسبه للناس اللي ما تعرفوهاش هي بحال الحريم، ما عرفتش شنو هي باللغه العربيه، هي تتكون عندك المراوات بزاف في لونكلو ديالك في البلاصه اللي ساكن فيها. ودونك قال لهم وعند الامبراطوريه العثمانيه هذيك الساعه ما يمكنش شي برانس ولا شي غوا يكون عنده ان لاغيم، ولكن هذاك لاغيم جايين البنات من الزنقه، تيخصو يكونوا ديجا واحد المراوات عندهم واحد المستوى في لا بيراميد سوسيال ديال البلاد. دونك هو قال لهم انايا باغي نحيد هذه القضيه هذه، بغيت بنات الشعب اللي انا غتعزلوهم ليا وغيجيو يعيشوا معايا في القصر. ودونك صوب لو اغيم ديالو ومشى مرياح وداك الشيء. داس عليها يومين، نهار واحد، ويجي لو دوزيام تيليجرام.
لو برانس حاتم الدين راه غيجي عندكم لو 15 باش يشد الحكم ديال البانيا. وذاك الجنرال اسد اللي شاف هذاك التليجرام قال ما هو ماشي مشكل اسد المشكله هذا عندنا ديجا لو برانس وداك الشيء. دونك جا عنده هو فحال هكايا دخل عنده لهذاك لو اريم كان سيتي انترديت دونك فرع الباب ودخل عنده لقاه جالس مع صحابه ومع المراوات وداك الشيء. قال لي انت راه ماشي وقيله ماشي البرانس راه جانا التليجرام ديال البرانس. شنو دار هذا المسخوط هذا؟ عيط على لي غارد ديالو حيت كان جاي داك الجنرال باش يشدوه في الحبس. هو يعيط على لي غارد اللي واقفين في الباب قال لهم راه الجنرال باغي يدير عليا انقلاب وباغي يحيدني انايا وانا يلا باقي كاع ما شديتش الحكم. هذوك لي غارد شدوا الجنرال داوه لي زاري داوه الحبس. ودونك كاينين بزاف الناس اللي مسؤولين على الدوله حتى هما. دونك ولات القضيه الملك ديالو على البانيا محدود عارف القضيه غادي تفرش. دونك بزاف ديال الناس المسؤولين دا تيجيهم دي ليتر بلا راه لو فري برانس جاي. شنو دار هو؟ حيت كان واحد لو تريزور ديال لا كورون ديال الالباني شد هذاك لو تريزور كامل قسمه مع دوك المراوات اللي عاش معاهم واحد اليومين وتحرك وهرب لهم من تماك من الالباني. ودونك كان لبسوا هذاك اللباس ديال المراوات وداك الشيء وباش خرج نينجا ويحلوا القصر ما لقاو حتى شي حاجه ودا لهم لي بيجو ديالهم كاملين. وهذيك الساعه الالباني ما عندها حتى شي علاقه مع الالمان وداك الشيء دونك ما قدوش يشدوه وعاش بهذوك الفلوس رجع للمدينه ديالو ديزلدورف وبقى عاش واحد الحياه ديال تفرشخ الفلوس وداك الشيء وخسر هذوك الفلوس كاملين اللي كان جاب معاه والذهب وهذوك المجوهرات اللي كان جاب معاه من الالباني. ودوز واحد 4 سنين عايش مزيان وداك الشيء وابري رجع للخدمه ديالو اللي كانت هي السيرك وداك الشيء ودار واحد الدوره على اوروبا كامله على السيرك. دونك هاد اوتو وايت بقى عايش هاد العيشه هذه ديال النصب والاحتيال كساسوا في ايطالي كساسوا في الالباني في الالمان واستقر في الاخر في الصبليون ومات على 86 عام ولكن مات في المدينه ديالو. وطلب منهم بلا نهار يموت يديروا ليه في القبر ديالو بلا انيكس هو دالباني يعني ملك سابق ديال الالباني واخا هو حكم الالباني اي يومين. دونك هذه الاخوان كانت القصه الاولى ديال من الاكبر نصابه وتبان لي انا شي واحد باش يدير هذه القضيه راه زعما هي ماشي شي واحد سلفتيه الفلوس وهرب لك بهم راه زعما راه الدوله كامله رونتيها بوندون دو جور. دونك كان بالنسبه لي هو التوب 1 ديال اكبر نصاب في العالم. الاخوان كانت هذه القصه ديالنا كانت قصيره دوات على هذا البيرسوناج هذا اللي خلاته واحد البصمه ديالو في التاريخ. لا عجبكم الفيديو واحد امتي لايك وشي بارطاج للي شي واحد بغى يبارطاجي الفيديو. وما تنساوش لكتي اول مره غادي تفرج فيا تابونا في لاشين باش يوصلك الجديد ديالي ونخليكم حتى المره اخرى مع قناه بلقابين وبسلامه.